بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بابنا الكرام، لا شيء في دمشق أجمل من أن تراها وأنت تهبط بك الطائرة في مطارها، فترى أنوار المآذن، مآذن دمشق ومساجدها، هذه الألوان التي تميزها، الألوان الخضراء للأنوار عندما تهبط بك الطائرة ليلا، فتعجب من جمال الألوان الخضراء في سماء دمشق. أما القاهرة في الليل فترى فيها الألوان الصفراء، وطبعا هذا يدل على سعة حجم القاهرة مقارنة بدمشق، وأيضا كثرة الطرق والكباري والجسور في القاهرة، فالأنوار تشير إلى الطرق الكثيرة، لكن دمشق متقاربة المباني فيها والأنوار فيها الخضراء تكون سمة مميزة في سمائي. الشاهد هنا أنها آرت تحصي الهجمات الصهيونية على سوريا منذ بداية العام 2023، وتتحدث عن أهداف هذه الهجمات وضحاياها في دمشق. دمشق العروبة والإسلام، الجرأة التي عند الصهاينة تجاه دمشق لا تجدها في أي مكان آخر، حتى في غزة يحسب الصهاينة ألف حساب قبل أن يشن، وإذا ما ضربوا جنوب لبنان فهم يحسبون ألف حساب لردة الفعل. أما الوضع في مع دمشق فمحزن للغاية. هكذا يستأسد الفئران، وأقصد هنا الصهاينة. صحيفة هارتس الصهيونية نقلت تقارير إعلامية تفيد بأن كيان الاحتلال الصهيوني نفذ 25 هجوما على الأراضي السورية منذ بداية العام 2023. نتحدث إحنا الآن في شهر أغسطس، 8 أشهر، يعني بوتيرة من 3 إلى 4 هجمات في الشهر. ووفق ما نقلت الصحيفة الصهيونية عن المرصد السوري يوم الخميس، فإن 18 من هذه الهجمات كانت جوية، و7 منها كانت هجمات أرض، وقد أصابت 60 هدفا في جميع أنحاء سوريا. وبحسب وسائل الإعلام الرسمية السورية، استهدف الهجوم الأخير مساء الاثنين الماضي منطقة دمشق ومواقع يستخدمها الجيش السوري. ووفق التقرير الذي نقلته هارتس، فإن 61 شخصا قتلوا في الهجمات، بينهم 24 جنديا سوريا و4 مدنيين سوريين يعملون لصالح مجموعات تابعة لإيران، و24 مواطنا غير سوري يعملون لدى مجموعات تابعة لإيران أيضا، و6 أعضاء من الحرس الثوري الإيراني، و3 عناصر من حزب الله اللبناني. الأهداف 60 التي تم ضربها استهدفت مستودعات أسلحة وقواعد ومواقع ومركبات تابعة للجيش السوري وأنظمة الدفاع الجوي السورية والمطارات، بما في ذلك مطار دمشق الدولي الذي تم إغلاقه عدة مرات، ومواقع أخرى تابعة للمجموعات الموالية لإيران أو لحزب الله اللبناني. التوزيع الجغرافي للهجمات شمل 8 مناطق سورية وفق التقرير، الذي أشار إلى أن 12 من الهجمات وقعت في محيط دمشق أو بالقرب منها، 6 هجمات منها استهدفت منطقة القنيطرة، و3 استهدفت مدينة السويداء جنوب شرقي البلاد، و3 استهدفت مناطق حلب، و3 هجمات استهدفت منطقة حمص، و2 استهدفت مدينة طرطوس الساحلية، و2 أيضا استهدفت محافظة درعا جنوب البلاد ومنطقة حماة،
وأضاف التقرير أن في بعض الأحيان يتم ضرب أهداف في أكثر من منطقة خلال هجوم إسرائيلي واحد. يعني هذا صحيح، نتحدث عن 25 هجوم منذ بداية العام حتى الآن، 25 هجوم يعني، ونتحدث هنا عن 60 هدفا، بمعنى أن الهجوم الواحد أحيانا يكون موجه نحو أكثر من هدف، وهذا هو واقع الحال. لا شك أننا كعرب ومسلمين غيورين على العرب وعلى سوريا ننتظر ردًا.